بيبدأ فيلمنا النهاردة بمشهد لبيت في وسط غابة وفي آثار دم قدام البيت وعلى الباب، وبعد كده بنشوف عيلة مكونة من أب وأم وولد وبنت صغيرين في عربيتهم، والأب بيسوق ناحية بيتهم الجديد، ولما بيوصلوا للبيت وبينزلوا من العربية بتبقى البنت الصغيرة إيلي مش مصدقة إن البيت الكبير ده بكل الغابة اللي حواليه ده بتاعتهم هما، فبيديها الأب مفتاح البيت وبيقول لها إنتي أول واحدة هتدخلي، فبتجري إيلي بسرعة وتفتح الباب قبلهم، وعلى الطريق قريب منهم بتعدي عربية نقل كبيرة بسرعة، فبتتخض الأم جدا لكن الأب بيطمنها بيقول لها ده طريق قريب مننا، وتاني يوم الصبح بيروح الأب لشغله في العيادة، وبتساعد إيلي ريتشيل في تفريغ الصناديق، ولما بيطلعوا قدام البيت بيشوفوا مجموعة من الأطفال لابسين أقنعة حيوانات شكلها غريب وماشيين في موكب، ومعاهم حاجة ميتة في عربية صغيرة، بيزقها واحد منهم والباقيين ماشيين وراه. ولما بتبص إيلي على البيت اللي جنبهم بتشوف حد بيراقبهم من ورا الإزاز، فبتقول لها أمها يلا نخش البيت نتفرج على التلفزيون، ولما بتتأكد إيلي إن أمها مش شايفاها بتخرج من البيت وبتجري ناحية الغابة لنفس الطريق اللي الولاد الصغيرين كانوا ماشيين فيه، فبتوصل ليافطة صغيرة وقديمة مكتوب عليها مقبرة الحيوانات الأليفة، وبتلاقي شواهد قبور كتير لكلاب وقطط، ولما بتلاقي قدامها سور من أغصان الشجر بتحاول إنها تطلع عليه، لكن لما بتشوف جاد قريب من السور بتقع ورجليها بتوجعها، فبيقرب منها وبيشيل حشرة صغيرة من رجليها وبيقول لها إن اللدغة دي ممكن توجعها، وبيحط لها عليها طينة من الأرض وبيقول لها دلوقتي الألم هيخف، وبعدها بيسألها إنتي بنت الدكتور الجديد؟ فبتقول له أيوة واسمي إيلي، فبيقول لها إن اسمه جاد، وبيساعدها على الوقوف، ولما بتسأله على المكان ده بيقول لها إن كل أهل المنطقة اتعودوا إنهم يدفنوا حيواناتهم الأليفة لما بتموت هنا، وبيوريها مكان الكلب بتاعه، ولما بتوصل أمها بتعرفها إيلي على جاد وبتحكي لها اللي حصل، فبتشكره وبتاخد بنتها وبيرجعوا للبيت، وبالليل بيحاول أبوها يفهمها إن كلنا هنموت وإن الحيوانات بتموت أسرع من البني آدمين، وبيأكد لها إن هو وأمها وأخوها الصغير لسه هيعيشوا معاها كتير وخصوصا أخوها لأنه صغير، فبتقول لأمها إن خالتها كانت صغيرة وبرضه ماتت فما بتعرفش ترد عليها، وبتبص ريتشيل لصورة أختها وبتفتكر لما كانت تعبانة وهي بتراعيها، وبيقطع جوزها حبل أفكارها وبيقول لها ليه مش عاوزة تفهمي البنت إن في موت وإن كل الناس هتموت، فبتقول له إنها لسه صغيرة جدا عشان تقدر تستوعب فكرة الموت، وتاني يوم الصبح في العيادة بيوصل المستشفى ولد اتعرض لحادثة وبيحاول لويس إنه ينقذه لكن الولد بيموت، وبعد ما بيموت بيتفاجئ بيه لويس قاعد على السرير وبيقول له ما تخليش حد يكسر الحاجز، وبعدها بتخش الممرضة وبترجع كل حاجة زي ما كانت، وبالليل بيكون لويس في عربيته مروح وإشارة المرور بتكون حمراء، فبيفتكر منظر الولد والدم، ولما بيجي الولد يتحرك بالعربية بتكون بينه وبين عربية نقل مسافة بسيطة جدا وربنا بينقذه في آخر لحظة، ولما بيروح البيت بيبان عليه التوتر وإن في حاجة شغلاه، ولما بتشوف مراته الدم على كم قميصه بتسأله إيه اللي حصل، فبيحكي لها عن الولد وبيقول لها إنه كان يعرف اسمه، وتاني يوم الصبح بتروح إيلي لجارهم جاد عشان تديله بسكويت هي اللي عاملاه، وبعدها بتقوله تعالى معايا البيت عشان أوريلك القط بتاعي، وبيستضيفوا أبوها في بيتهم وبيعزموه على الغدا، ولما بتسأله ريتشيل بقالك قد إيه عايش هنا بيقول لها إنه طول عمره عايش في المنطقة دي، ولما بيسأله لويس إذا كانت مقبرة الحيوانات الأليفة دي من ملكية بيته بيقول له أيوة جزء منها ملكك، وفي نفس اليوم بالليل بيحاول لويس إنه ينام لكن ما بيقدرش، بيسمع صوت بينادي باسمه من الغابة، وبعدها بيشوف الولد اللي مات وهو بيخرج من باب أوضته، فبيقوم يخرج وراه وبيلاقي باب الأوضة على مقبرة الحيوانات الأليفة، والولد بيمشي قدامه بيقول له زي ما حاولت تساعدني أنا هساعدك، ولما بيحاول يطلع السور بتطلع إيد الولد من بين أغصان السور وبيقول له الأرض فاسدة ما تروحش هناك، وبيصحى بعدها لويس من الحلم على صوت ابنه الصغير بيصحيه فبيلعب معاه شوية، ولما بيجي يقوم من على السرير بيلاقي رجليه كلها طينة فبيستغرب جدا وبيخبي رجله قبل ما مراته تشوفها، وفي نفس اليوم بتكون إيلي وولاد تانيين بيستعدوا مع لويس النوم يجمعوا الحلويات في عيد الهالوين، فبينادي جاد عليه وبيوري له القط بتاع بنته ميت جنب الطريق وبيقول له أكيد عربية نقل خبطته يعني، ولما بتيجي إيلي تستعجل أبوها عشان يروحوا يجمعوا الحلويات بيقول له جاد روح معاها وبالليل ندفنه، ولما بتعرف مراته ان قط بنتها مات بتزعل جدا وبيحاول جوزها يقنعها انهم يقولوا للبنت، لكن هي بتبقى خايفه ان بنتها ما تتقبلش فكره الموت، وده بسبب تجربتها مع اختها اللي كان عندها مرض في العمود الفقري مخلي شكلها مخيف، فتخلى عنها ابوهم وامهم وسابوها لوحدها معاها وهي صغيره، وكانت بتخاف من شكلها، فحطت لها في مره الاكل في اسانسير صغير في المطبخ بيطلع لاوضتها، لكن اختها ماتت وهي بتحاول تاخد الاكل،
وبعد ما الإسعاف خدت جثتها فضلت ريتشل تحس إن أختها لسه موجودة معاها في البيت، عشان كده هي بتخاف من فكرة الموت وبتقول لجوزها إن هي السبب في موت أختها، لكن هو بيقول لها إن ده عمرها وإن أبوها وأمها هم اللي غلطانين لأنهم سابوها لوحدها معاها، وبيقولها إنه هيقول البنت إن القط هرب. وبالليل بيروح مع جاد عشان يدفنوا القط في مقبرة الحيوانات الأليفة، وبيفتكر لويس إنهم هيدفنوه في المقبرة، لكن جاد بيخليه يعدي السور ويدفنه ناحية تانية ويحط عليه صخور موجودة هناك. وتاني يوم الصبح بيحاول هو ومراته يفهموا بنتهم إن القط هرب، لكن هي بتقول لهم إنها شافته امبارح قدام شباكها، وبعدها دخل يستخبى في الدولاب بتاعها، ولما بيفتح الأب والأم الدولاب بيلاقوا القط قاعد فيه. فبيروح لويس لجاد وبيقول له انا عاوز افهم ازاي القط صحي تاني من الموت يعني. فبيقول له المكان ده اقدم من وجود البشر، واي حد بيدفن هناك بيرجع تاني للحياه. ولما بيعمل سيرش بعدها على النت بيلاقي ان في حيوانات اتدفنت في المقبره دي ورجعت تاني للحياه فعلا. وبعدها بتكون البنت بتسرح للقط الفرو بتاعه فبيخربشها في ايديها، فبيطهر لها ابوها الجرح، وبعدها بتقول له اقفل الباب كويس مش عاوز القط يدخل لي وانا نايمه. وبعدها في اوضته هو ومراته بيلاقوا القط بياكل على سريرهم عصفور وهو لسه صاحي، ولما بياخد لويس القط عشان يطلعه بره البيت بيخربشه وبينزل على القبو، ولما بينزل وراه بيسمع صوت حد جاي من باب في القبو، ولما بيخش بيلاقي نفسه في الغابه والولد بيقول له ان كل اللي بتحبهم هيموتوا قريب. وبعدها بيلاقي نفسه على الاسفلت وعربيه نقل بتقرب منه فبيقع جوه القبو مره ثانيه. وبعدها بتكون ريتشيل بتنظف السرير فبتسمع صوت في سقف الاوضه، ولما بتخش الحمام بتلاقي الحوض بيتهز، فبتفتح المرايه وبتلاقي فيها اسانسير صغير زي اللي كان في بيتهم، وبتشوف اختها بتقع منه فبتخرج جري من الاوضه. ولما بيسالها جوزها في ايه ما بترضاش تقول له، وبتقول له شكلنا غلطنا لما سيبنا بوستن وجينا نعيش هنا. فبيقترح عليها انهم ينسوا كل ده ويعملوا لبنتهم حفله عيد ميلاد كبيره ويعزموا فيها صحابهم من بوستن واهلهم، فبتوافق. وبعدها بيروح لويس لجاد وبيسأله عن المكان اللي دفنوا فيه القط، فبيقوله ان المكان ده في الاساس كان ملك الهنود الحمر، وانه في اساطير كتير بتقول ان المكان ده ملك لكائن شيطاني، وعشان كده هاجروا وسابوا ارضهم بعد ما حطوا علامات تحذيرية على الشجر وبنوا سور عشان يمنع الناس انهم يروحوا هناك، لكن الناس فضلت تروح للمكان ده، وانه هو صغير كلبه مات فراجل كبير قال له ادفنه هناك، وتاني يوم رجع له الكلب لكن كان مختلف وهاجم امه، فطلع ابوه بندقيته وقتل الكلب. وبيقولوا ان في حالات كتير الموت بيكون احسن من الحياه. ولما بيرجع لويس بيته بيحاول يحقن القط بماده سامه لكن ما بيقدرش، فبياخده وبيسيبه على طريق عربيات النقل وبيمشي. وفي يوم عيد ميلاد ايلي بيكون حواليها اصحابها وجدها وجدتها وعيلتها كلهم، لكن هي تبقى حزينه لان القط بتاعها مشي وساب البيت، لكن ابوها بيجيب لها هديه دبة صغيرة على شكل قطة فبتعجبها جدا، وبعدها بتلعب هي وباباها وبقية الولاد استغماية، فبيجري الولاد يستخبوا وهي بتستخبى جنب الطريق، وبتشوف القط بتاعها جاي من بعيد فبتجري ناحيته، وبيجري اخوها الصغير ناحية الطريق وبيشوف ابوه فبيجري ناحيته، وفي نفس الوقت بتكون في عربية نقل بترول ماشية بسرعة على الطريق، وبيقدر الاب انه ينقذ ابنه الصغير لكن العربية بتخبط إيلي وبتموت. وفي يوم جنازتها بتبقى أمها منهارة وأبوها بيحاول يمسك نفسه قدام الناس وهو بيبص لجاد، وتاني يوم بترجع مراته هي وابنه مع أمها وأبوها بوستن وهو بيقول لهم يومين وهاجيلكم. وفي نفس اليوم بالليل بيروح يقعد مع جاد وبيحط له منوم في العصير فبينام، وبيروح بعدها للمقبرة اللي مدفونة فيها بنته وبيطلعها من التابوت، وبيت أهلها بتشوف ريتشل دم كتير نازل من الأسانسير اللي ماتت فيه أختها، وبعدها بتسمع ابنها بيصوت، ولما بتروح له بيقولها إن في واحد بيطلب منه إنهم يرجعوا بيتهم تاني، فبتقول له أمه إنه مفيش حد في الأوضة، لكن الولد بيبقى شايف في ركن الأوضة الولد اللي مات في الحادثة، وبيدفن لويس بنته في الأرض الملعونة، وبعدها بيرجع لبيته وبينام، وبعد شوية بيسمع صوت بره الأوضة، ولما بيطلع بيلاقي القط واقف في الصالة فبيطلع بره البيت وبيشوف آثار رجل بنته فبيمشي وراها وبينزل لحد القبو، وبيلاقي بنته هناك بس بتبقى متبهدلة خالص، فبيحضنها وبعدها بياخدها يحميها، وهو بيسرح لها شعرها بيلاقي راسها متخيطة بسلك معدن، ولما بتسأله في إيه بيقولها مفيش حاجة، وبعد كده بينيمها في سريرها فبتطلب منه إنه ينام جنبها. وتاني يوم الصبح بيصحى مش بيلاقيها، ولما بيطلع للصالة بيلاقيها لبس تاني الفستان اللي كانت مدفونة بيه، وبترقص وبتكسر كل الصور والبراويز اللي حواليها، وفي نفس الوقت بيجي له اتصال من مراته فبيرفض المكالمة وبتقول له هتقول لها امتى اني رجعت، وبتبقى مراته وابنه في العربية وابنه عمال يعيط لانه شايف طول الوقت قدامه الولد اللي مات، وهي بتكلمه تاني وبتسيب له رسالة بتحكي له فيها اللي بيحصل مع ابنهم وان الطريق زحمة جدا، وبعدها بتتصل بجاد وبتطلب منه انه يروح يطمن على جوزها لانها بتتصل بيه كتير جدا وهو ما بيردش،
ولما بيروح له جاد ما بيرضاش يفتح له الباب وبيبقى متوتر جدا، وبياخد جاد باله ان ايد لويس فيها طينه من اثار الحفر، فبيقول له لسه الوقت ما فاتش عشان ترجع كل حاجه زي ما هي. فبيقول له لويس انا كويس ولازم امشي دلوقتي عشان مستني اتصال من ريتشل. وهنا بيشك جاد اكتر في لويس، وبتتاكد شكوكه لما بيشوف ايلي واقفه في الشباك، وبيطلع ايلي من شنطه ابوها مشرط عمليات. وبيرجع بعد كده جاد لبيته بسرعة وبيقفل الباب بالترباس وبيطلع مسدسه وبيسمع صوت في اوضه النوم اللي في الدور اللي فوق، ولما بيطلع اوضه النوم ما بيلاقيش حد، لكن بعدها بيشوف قط ايلي قدامه فبيطمن، لكن فجأة بتظهر ايلي وبتضربه في رجله بالمشرط فبيقع من على السلم. وبعدها بتتجسد مراته اللي ماتت في جسم ايلي وبتقوله انها بسبب تتعذب روحها في الجحيم لانه دفنها في المكان الملعون وانه لازم يموت عشان روحه تتعذب زيها. وبعدها بترجع ايلي لشكلها تاني وبتقتله بالمشرط بعنف. وفي البيت بيدور لويس على بنته لكن مش بيلاقيها، وبيتفاجئ بمراته وابنه الصغير داخلين عليه البيت فبيسلم عليهم. وبعدها بتظهر ايلي واول ما بتشوفها امها بتترعب فبيحكي لها جوزها على المنطقه الملعونه وكل اللي حصل. ولما بتحضن ايلي امها بترفض امها انها تحضنها وتاخد الولد الصغير وبتخش اوضتها وبتقفل عليها. فبتقول للبنت لابوها انا عارفه انها مش عاوزاني في البيت، فبيفهمها انها يمكن بس محتاجها شويه وقت، فبتقول له عادي انا كمان مش عاوزاها هنا. وبعدها بيطلع لويس لمراته بيحاول يقنعها ان دي بنتهم لكنها بتكون رافضه تسمعه. وبعدها بيسمعوا صوت البنت ورا الباب فبيطلع لويس يدور عليها، ولما بيلاقي باب البيت مفتوح بيطلع يدور عليها بره وبيروح لبيت جاد. وفي نفس الوقت بتسمع ريتشل صوت بره اوضتها فبتقفل عينيها من الرعب، ولما بتفتحهم بتلاقي نفسها في اوضه اختها القديمه، بس المره دي بتكون هي كمان مريضه بنفس المرض بتاعها وما بتقدرش تتحرك. ولما بتطلع اختها من الاسانسير وتقرب عليها بتغطي وشها بالغطا وتغمض عينيها تاني، ولما بتفتحهم تاني بتلاقي نفسها رجعت اوضتها. وفجاه بنتها بتطلع من تحت السرير وبترفع عليها سكينه وبتضربها بيها في جنبها. وبيدخل لويس لبيت جاد فبيلاقيه مقتول وغرقان في دمه، فبيرجع جري على بيته وبتكون الام حابسه البنت بره الاوضه، لكن البنت بتخبط على الباب جامد جدا، ولما بتقرب تفتحه بتكسر ريتشل ازاز الشباك بالكرسي وبترمي الولد لابوه اللي بياخده بيحطه في العربيه وبيقفل عليه. وبتضرب ايلي امها بالسكينه في ظهرها، ولما بتقع بتضربها بيها تاني في جنبها. ولما بيطلع لويس بتكون مراته بتطلع في الروح فبتطلب منه انه ما يدفنهاش في الارض الملعونه دي، وبعدها بتموت. وبتضربه ايلي على راسه بالكرسي وبتاخد جثه امها للارض الملعونه. ولما بيفوق لويس بينزل يطمن ان ابنه بخير، وبعدها بيروح على مقبره الحيوانات الاليفه وبيلاقي ايلي هناك، ولما بتهجم عليه بيعضها. وبعدها بيحاول يقتلها لكن مراته اللي رجعت للحياه تاني بتقتله. وبعدها بيشدوا جثته للارض الملعونه، وبعد كده بيقربوا هما الثلاثه على العربيه اللي فيها الولد الصغير وفي ايد لويس جيركن جاز. وبكده بينتهي تلخيص فيلمنا النهارده. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناه.